بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نقدم طريقة لكل من هو بيعاني من ملء في الذاكرة عنده أو في التليفون. كل ما يجي يعمل حاجة يحمل برنامج يقول له الذاكرة ممتلئة الذاكرة ممتلئة. فهنحمل برنامج اسمه الفايل مانجر، نجيبه من المتجر، نكتب هنا الفايل مانجر اهو، نكتبه قبل كده فايل مانجر بهذا الشكل، ونجيب شكله. هوريلكوا شكله. شكله ايه؟ شكله ده اول واحد، ده اسمه الفايل مانجر اهو، اللي هو المجلد بتاعه ابيض فازرق اللي فوق ده. نضغط عليه كده نشغله، هنحمله الاول وبعدين نفتحه. نفتح يفتح بهذا الشكل. بعد كده في حاجة عندي اسمها الانترنال استوراج اللي فوق دي، نضغط عليها. في هنا عندي ملف، ادور على ملف هو اسمه، اقول لكم عليه اهو، ملف اسمه الدي سي اي ام. الدي سي اي ام، الملف اللي اسمه دي سي اي ام ده، نضغط عليه بيكون في الملفات اللي انت شايفها دي. احيانا ما بتلاقيش الصامبل اللي فوق ده، الصامبل اللي فوق ده ما بتلاقوش. فلو ما لقيتوش هتجيب النقط اللي فوق دي. يعني هو شكله بيكون كده، اوريك شكله في الاول بيكون ازاي اهو. يعني انت هتضغط عليه، هتيجي تفتح هتلاقيه كده. يعني انت لو انت جيت دورت عليه تاني اهو، دور عليه تاني، اسمه دي سي اي ام، اضغط عليه مش هتلاقي الصمب. فملف الصمب دي عشان هو ملف مخفي ما بيظهرش. طب انت تعرضه ازاي؟ بتروح تجيب الثلاث نقط اللي في الشمال فوق دي وتختار اعدادات. وانا اختار اعدادات، اطلع كده هات اخر حاجة قبل الاخيرة، في حاجة اسمها فولدر، تختار فولدر دي، والعلامة اللي هي قبل الأخيرة دي خلاها حمرة زي الباقيين، يبقى شو هيدن فايل. يعني في الملفات المخفية بقول له اعرض الملفات المخفية. نرجع تاني نعمل باك تاني مرة، باك هنرجع نلاقيه جاب الصمب ظهر في الأول دي. ايه الصمب دي؟ هو ده عبارة عن بيحتفظ بكل صورة عندك على التليفون. فدي نسخة احتياطية تانية، يعني غير الصور اللي عندك في التليفون. فاحنا لو مسحناه، يعني هي واخده هنا قدامي 360 ميجا هي، عشان انا بمسح اول باول. ممكن تكون انت عندك 800 ميجا او 1 جيجا، فتلاقي واخد عندك، عشان انت ممكن يكون في تليفونك صور كتير فواخد مساحه كبيره. امسح الصمب ده عادي اهو، زرقه كده وامسحه عادي، القلم اللي فوق ده، واعمل حذف اهو بهذا الشكل. بقول لك انت عاوز تمسح الملف ده، قول له ماشي موافق. كذلك السكرين شوت كذلك برضو، عاوز تمسحها امسحها. ديت عبارة عن نسخ تانية غير اللي انت مخزنهم اصلا، غير اللي موجودين في الاستوديو عندك بتاع التليفون. التليفون بيعمل نسخة تانية احتياطية لكل صورة انت حاططها على تليفونك وبيعينها هنا. فطبعا تكون المساحة متضاعفة وانت مستهلكها على الفاضي، لا انت عاوز توفر المساحة دي. فمجرد ما تمسح الملفين دول كده هتلاقي المساحة عندك زادت، وتقدر تشتغل على التليفون وانت مرتاح، وما تطلعلكش الرسالة كل شوية الذاكرة ممتلئة الذاكرة ممتلئة. انا حبيت بس اقدم لكم هذا البرنامج. البرنامج مفيد ومهم ان انت تقدر تزود المساحة بتاع الذاكرة عندك. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير والاشتراك في القناة لو مش مشترك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح عبد العالي.